في قصة كثير جميلة عن الوصية تبعه. فأنا حبيت اليوم هيك أحكي شوي عن هذه القصة. هذا بينات بدنا بسلطان سليمان. نبدأ لك بالسلطان سليمان؟ طيب أوكي ماشي، رح نبدأ بالسلطان سليمان وقصة الوصية تبعت السلطان سليمان. هلا كان في أكثر من جانب للوصية تبعه، هو كان في عنده ثلاث وصايا بالوصية تبعه وهو على فراش الموت. أكيد وكان عم يحتضر وهو على فراش الموت، قال لهم في عندي ثلاث وصايا. وصيته الأولى: لا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي. من غير الأطباء تاعو اللي يرفضوه. إيه. الوصية الثانية: ينثر على جانبي الطريق من مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب وأحجار الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي. إذا قال لهم كل الثروة اللي أنا جمعتها، كل الأحجار الكريمة، كل الذهب، نثروها على الطريق ونحن ماشيين. وهن كثار كثير، لأنه كلنا بنعرف أنه ثروة كانت السلطان سليمان، كان عنده ثروة جدا كبيرة. أو سلطان كريم. أيوه وصيت. لا وهو معروف بين كل السلاطين باللي هو كان عنده ثروة كثير كبيرة. وصيته الأخيرة: حين ترفعوني على النعش أخرجوا يداي من الكفن وأبقهما معلقتان للخارج وهما مفتوحتان. إذا قال لهم خلوا إيديهم طالعين من النعش ومفتوحين. هلا سألوها له. سألوه قالوا له: نحن رح أكيد وصاياك ستكون قيد التنفيذ وبدون أي إخلال، إنما أخبرنا ما المغزى من وراء هذه الأمنيات الثلاث. قام قال لهم: أريد أن أعطي العالم درسا لم أفقهه إلا الآن. يعني هو على فراش الموت لحتى فهم. لحتى فهم. الوصية الأولى قال لهم أنه يرفعوه بس الأطباء، شو كان قصده منه؟ قال لهم: إن الموت إذا حضر لم ينفع في رده الأطباء الذين نهرع إليهم إذا أصابنا أي مكروه، وأن الصحة ثروة لا يمنحها أحد من البشر. مشان يذكر العالم أنه هدول الأطباء اللي نحن كنا بنركض عليهم مشان يداوونا، ليكن حاملينه عن نعش ما قدروا يفيدوه بشيء، مات هو، فلازم دائما كل الناس تعرف أنه ما بيفيدونا الأطباء. الوصية الثانية: حتى يعلم الناس أن كل وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا، وأننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب. يعني كل هذا الذهب والمجوهرات اللي عم تشوفون عم يثورون على جانبي الطريق، هدول ما أخذوا معه. وما الواحد ما بيأخذ معه، نحن مثل ما بنقول ما بيأخذ معه غير العمل، السمعة الحسنة والعمل الحسن. الوصية الثالثة قال لهم: ليش يخلوا له ايديه برا الكابوت؟ قال لهم: ليعلم الناس اننا قدمنا الى هذه الدنيا فارغي الايدي وسنخرج منها فارغي الايدي. هذه هي كانت وصاياه للسلطان سليمان، وهذه كان المعاني تبعها ليش هو وصى هذول الوصايا الثلاث، واكيد هن فيهم عبره كبيره وفيهم قصه جدا جميله، وانا حبيت اليوم هيك شاركها مع الجمهور، شاركها مع كينيفين.